اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقه الجديده من برنامج لينكس، روابط اقدمه لكم انا صفاء عماد من على قناه الشرقيه والشرقيه نيوز. العديد من الروابط تداولتموها فيما بينكم على مواقع التواصل الاجتماعي، سنقراها لكم. ربما كان ابرزها المتعلقه بحرائق هاواي في الولايه الامريكيه والتي حصدت العديد من الارواح. ايضا من الروابط المتداوله هي قصة الطبيبة أو الممرضة البريطانية التي قتلت 6 أطفال رضع. ابقوا معنا لمتابعة التفاصيل. احتفل العراقيون باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي الذي يصادف 19 أغسطس، وهو مناسبة سنوية تعبر عن الشكر لكل من لويس داغر وجوزيف نيبس الفنانين العالميين الفرنسيين اللذين اخترعا التصوير الفوتوغرافي واللذين التقطا أول صورة في التاريخ. وبالطبع فإن مثل هذه المناسبات تعيد لأذهان مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي أول صور إرشيفية لتاريخ العراق التقطها أبو المصورين العراقيين كما يوصف لطيف العاني. امتدت رحلة العاني لأكثر من 70 عاما وثق فيها كل مناحي العراق الحديث. طبيعة عمله هيأت له التنقل السلس بين محافظات العراق، ومن هناك انطلق بشكل احترافي. توصف الصور التي يلتقطها لطيف العاني بأنها ظلال وجوه بعيدة. والمشهد العمراني والآثاري والعراقي الذي صوره من الجو يعتبر الأول في تاريخ العراق. وهذه المواقع الأثرية التي صورها العاني في حقبتها قد طالها الإهمال. التنورات القصيرة قد اختفت أصحابها، ومنتجات وطنية كان قد صورها لصناعات في بلاد اندثرت فيها. سحر شوارع العراق ودروبه بين الظل والضوء والتوظيف الذكي لهما دون أو وثق حياة العراقيين اليومية العادية والتي ما بقي منها سوى لحظات جمدها العاني باللونين الأبيض والأسود. الكاتب محمد مراد يقول: إنما نشعر به عندما نشاهد صورة جيدة هو أننا نريد أن نوقف هذه اللحظة بالضبط ونعيش داخل هذه الصورة. وهذا ما يفسر غالبا انتشار صور الراحل لطيف العاني التي وثق فيها 3 عقود من تاريخ العراق الحديث. مؤسسة الأمير كلاوس الهولندية كرمت لطيف العاني ومنحته جائزة لإنشائه إرشيفا يحتوي على الصور الفريدة لمختلف جوانب الحياة في العراق في العام 2015. لطيف العاني مقيم في بغداد، مواليد 1932 في كربلاء. طموحي أن تكون هذه الصور دليل أو وثيقة ليطلع عليها شعب العراق القادم. رحل لطيف العاني في العام 2021، لكن إرثه الفوتوغرافي لا زال شاهداً وحاضراً، وشخوص صوره يخلدها العراقيون كلما مر اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي. يعلقون ويتداولون صوره فيما بينهم من على مواقع مختلفة. أقرأ لكم من على منصة إكس. بثينة تقول: لطيف العاني أغنى الذاكرة العراقية بهذا الإرشيف، ونشعر بالخجل دوماً لأننا لا نميز أعماله بطريقة لائقة. أيضا جمال كتب يقول من على منصة إكس: أحيانا يختصر التصوير الفوتوغرافي علينا قراءة كتب أو مراجعة مصادر، فقط بالنظر إلى صور لطيف العاني نستطيع رؤية العراق. أيضا أبو خالد كتب يقول: نستمتع ونحن نرى تاريخ العراق من خلال عدسته أبو المصورين العراقيين، يستحق الذكر في يوم التصوير العالمي. الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها نهاية كانون الأول من العام الجاري هي حديث مواقع التواصل الاجتماعي كما تعلمون، وتحاول الكتل السياسية في الغرف المغلقة توليف تكتلات جديدة تقيها الخسارة، بضمنها الحزب المنبثق حديثا تحالف الأنبار الموحد. ولم يمضي سوى شهر واحد على إعلان التحالف الجديد
حتى شهد انشقاقات وانسحابات كثيرة. ومن ظرائف الانتخابات في العراق، تحولت هذه الانسحابات من الأنبار الموحد إلى نكتة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداولت مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو لعامل بنغالي قال إن الجميع في تحالف الأنبار قد طار، يقرر هو الآخر ترك هذا التحالف لعدم وجود من يقدم له الشاي. بابا أنا كان يشتغل لوجه شاي وقهوة بالتحالف الأنبار موحد، كل يوم واحد يثير، كل يوم واحد يثير، قاعدة صبح سوت شاي لقيت بس أنا هم يثير. يبدو أنه فعلا قد طار، ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع هذا الفيديو وكتبوا من على منصات مختلفة. من على منصة إكس كتب ليث سعد يقول: هذا دليل على أن التحالف هش للغاية ولا يريد حتى العامل أبو تشاي البقاء فيه. أما تغريد فقد كتبت تقول: ضحكني خطية العامل، أصلا هسه الشغل صار أخف عليه. وأيضا من على منصة إكس علي يقول: مسكين هذا العامل، قاعد الصبح لاقي نفسه بس هو باقي بالحزب وقور الشاي. الحرائق الأكثر فتكا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حصلت في جزيرة هاواي، وأردت هذه المدينة السياحية التي تعج بالحياة كومة رماد، جارفة في طريقها مطاعم ومتاحف وفنادق الجزيرة التي بلغ عدد سكانها نحو 12,000 نسمة. حتى الآن يقدر عدد ضحايا هذه الحرائق أكثر من 100 قتيل، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى الضعف أو الضعفين. التكهنات مستمرة بشأن السبب الذي أشعل هذه الحرائق، وتحاول بعض الصحف مثل صحيفة نيويورك تايمز الوصول إلى السبب الرئيسي لاشتعال هذه الحرائق. قول بأن هناك أسلاك قد سقطت في غابة في حدود هذا هو سلك كهربائي، هذا سلك آخر قد سقط في مساحة صغيرة، غابة صغيرة، ولم تعالجه السلطات في الساعة 6 صباحاً. حتى الساعة 3 ظهرا كان الحريق قد انتشر بشكل واسع إلى نصف هذه الولاية. ثم بالطبع بعد ذلك حوصر الناس هنا قرب البحر في الساعة 4 ظهرا ولم يجدوا ما يلجؤون إليه غير البحر. سنتابع أنا وأنتم كيف لجأ الناس في الساعة 6 إلى البحر هربا من هذه الحرائق الكبيرة. لا تزال ملابسات هذه الحرائق المروعة مجهولة، وقد أخذت السكان على حين غرة، وهذا ما يقوله كثيرون. تقول إحدى الناجيات أنها أدركت أن هناك حريقا عندما وصل إلى الجانب المقابل لبيتها، الأمر الذي لم يمنحهم وقتا كافيا للهرب، واضطر الكثير منهم لإلقاء أنفسهم في البحر كما شاهدنا لساعات طويلة هربا من النيران. 80 صافرة إنذار في هاواي، لم تطلق السلطات أي واحدة منها، واكتفت بتحذير السكان عبر الراديو والتلفزيون، لكن ذلك لم ينجح أيضا لأن الكهرباء كانت قد قطعت بشكل شبه كامل عن هاواي ولم يسمعوا التحذيرات. أما رئيس إدارة الطوارئ في جزيرة ماوي في هاواي هيرمان أندايا، دافع في مؤتمر صحفي عن قرار عدم إطلاق السلطات لصافرات الإنذار، وقال أنها مخصصة فقط للإنذار بحصول موجات تسونامي، وكانوا متخوفين في حال إطلاقها أن يتجه السكان إلى أماكن مرتفعة وتحاصرهم النيران هناك، وقال أن هذا كان قرارا صائبا. لنتابع معكم هذا الفيديو. هذا هو هيرمان أندايا وهو يدافع عن قرار عدم إطلاق صافرات الإنذار. I do not. And the reason why and so many people said they could have been saved if they had time to escape. Had a siren gone off, they would have known that there was a crisis emerging. طبعا استقال هيرمان أندايا، ولا تزال السلطات الأمريكية تحقق في وجود تقصير من قبل الجهات المسؤولة عن احتواء هذه الكارثة. وبالتأكيد انبثقت العديد من القصص أثناء الحريق، ربما كان اللافت منها هو نجاة بيت وحيد ذو سقف أحمر اللون من الحريق، بالرغم من أن المنطقة المحيطة به قد مسحت بالكامل، لكنه كما تلاحظون
لم يتعرض لا هو ولا حديقته لأي ضرر. وفي حين أن السبب الدقيق لبقاء هذا المبنى سالما غير معروف، من المحتمل تكون الطريقة التي شيد بها لعبت دورا رئيسيا في الحفاظ عليه. وتقول باتي تامورا التي تمتلك عائلتها أحد منازل لاهاينا القليلة المتبقية أن الفضل يرجع إلى جدرانها الخرسانية السميكة التي لا تحترق. تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذه الحرائق أقرأ عليكم. من فيسبوك كتبت فاطمة تقول بشأن هذه الحرائق: مفجع ما يحصل في أنحاء العالم من حرائق، وهناك من لا زال يقول التغيير المناخي لا علاقة له بذلك. رباح أيضا كتب يقول من على فيسبوك: إدامة أسلاك الكهرباء قبل حدوث عواصف، هذا اللي من المفترض يصير وتتعظ منه جميع دول العالم قبل حلول الكارثة. أما زينة فتحي فقد كتبت تقول: كان بإمكانهم تشغيل صافرات الإنذار لتحذير السكان والهروب، لكنهم لم يفعلوا ذلك وتبريراتهم مخزية. لم تكن سوى طابوقة في حائط، أو Just a Brick in the Wall. هذه هي الأغنية الشهيرة للفرقة الأمريكية بينك فلويد، التي يستمع إليها العديد من المرضى الذين كانوا يجرون عملية دقيقة في دماغهم، وأخضعهم العلماء إلى تجربة لقراءة موجات الدماغ. وقام الفريق بتحليل تسجيلات الدماغ ل 29 مريضا عقب تشغيل مقطع مدته 3 دقائق تقريبا، ما أدى إلى اكتشافهم أنشطة أدمغة المتطوعين عن طريق وضع أقطاب كهربائية مباشرة على سطح أدمغتهم أثناء خضوعهم لعمليات جراحية لعلاج الصرع. واستخدم الباحثون في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي لفك تشفيرات الإشارات وإعادة إنشاء أغنية مأخوذة من أحدى ألبومات الفرقة الموسيقية بينك فلويد الصادرة في العام 1971. مقطع الصوت الذي سنستمع إليه هذا يوضح لحظة استماعهم إلى الأغنية. هذا هو الصوت الذي سنسمعه لمقطع الأغنية الذي استمع إليها المرضى وهم راقدون يخضعون للعملية. Our heart was just a brick in the wall. All in all it was. وهذا الصوت الذي يبدو قادما من تحت الماء هو صوت ترجمة موجات الدماغ، ويمكن سماع ما يشبه أنها الأنغام ذاتها التي استمعنا إليها في الأغنية في البداية. وأشار الباحثون إلى أن هذه المرة الأولى التي يعيد فيها العلماء بناء أغنية من تسجيلات لنشاط الدماغ، وأكدوا أن عبارات الأغنية الشهيرة يمكن التعرف عليها وعلى إيقاعاتها في الأغنية التي أعادوا تشكيلها، وبيّنوا أن الجمل المنتجة لها جودة روبوتية تشبه إلى حد كبير الطريقة التي بدأ بها عالم الفيزياء ستيفن هوكينغز عندما استخدم جهازاً لتوليد الكلام. وأوضح الباحثون أنه من الممكن إجراء مثل هذه التسجيلات دون الحاجة إلى الجراحة عبر استخدام أقطاب كهربائية حساسة متصلة مباشرة بفروة الرأس، وذلك في ضوء تحسن تقنيات التسجيل والإشارات من الدماغ. يأمل الباحثون أن يتم تطوير هذه الاكتشافات في القريب العاجل لمساعدة فاقدي النطق ومن يعانون من أمراض في جهازهم العصبي لترجمة ما يودون قوله في المستقبل. أما التعليقات من مواقع التواصل الاجتماعي فقد جاءت مختلفة، أقرأ عليكم من منصة إنستغرام زاهر وهبي كتب يقول: العلم يمنح الأمل دائما، خصوصا للمولودين ولديهم اعتلالات دماغية تمنعهم من الكلام، هذه أخبار رائعة لهم. أيضا من على إنستغرام فراس يقول: نتوقع يعني على السنين المقبلة أجهزة ذكية تترجم ما يفكر فيه البشر مباشرة بدون حتى كتابة ذلك، خطير. نريمان من إنستغرام تقول: مع كل هذا التطور الطبي والعلماء لا زالوا يكتشفون إمكانيات الدماغ وقدراته،
سبحان الخالق. تسمى سفاحة الرضع، قاتلة الأطفال، ملاك الموت وغيرها الكثير من التوصيفات. من هي؟ هذه هي لوسي ليتبي، الممرضة البريطانية الإنجليزية المتهمة بقتل 6 أو 7 أطفال حديثي الولادة خلال عام واحد فقط، وبمحاولة قتل 6 آخرين في المستشفى حيث كانت تعمل. فتحت السلطات البريطانية تحقيقاً بالأمر بعد أن عبر بعض زملائها في العمل عن شكوكهم بأن حالات الوفيات لهؤلاء الأطفال الرضع كانت لوسي موجودة في كل منها. ألقت الشرطة البريطانية القبض عليها، وانتشر مقطع الفيديو هذا الذي سنتابعه للحظة إلقاء القبض عليها وتبليغها بالتهم الموجهة إليها. كيف كانت تقتلهم ربما تتساءلون؟ اتهمت لوسي بحقن حقن من الهواء عن طريق الوريد للأطفال حديثي الولادة، وباستخدام أنابيب أنفية ومعوية لإرسال الهواء إلى أجهزتهم التنفسية، أو بإعطائهم جرع زائدة من الحليب إلى بطونهم. وفي حالات منفصلة أضافت هذه الممرضة الأنسولين إلى محلول غذائي، وسحبت أنبوب التنفس لطفلة خديجة، كما أعطت كميات مفرطة من الطعام لضحية صغيرة بواسطة أنبوب، وتفننت بتعذيبهم وبإخفاء جريمتها. ولا تزال دوافع هذه الممرضة السفاحة غامضة، وستصدر المحاكم البريطانية مطلع الأسبوع المقبل الحكم النهائي عليها في قضيتها التي تعتبر واحدة من أكبر الجرائم في تاريخ بريطانيا الحديث. طبعا مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بعد أخبار إلقاء القبض عليها وإدانتها بكل هذه التهم، وأقرأ عليكم بعض من هذه التعليقات. من موقع أكس، نايل كتب يقول: يجب إقالة رؤساء المستشفى وحرمانهم من رواتبهم التقاعدية، كيف يتجاهلون كل تلك الحوادث ويتصرفون كأن شيئا لم يحدث. أيضا لويس كتبت تقول: كيف استطاعت هذه المتوحشة من ارتكاب كل هذه الفظائع بالأطفال الصغار بغير أن يلاحظها أحد. أما غابرييلا من على أكس أيضا تقول: التحقيق في أي قضية مشبوهة لا يكلف شيئا أبدا غير استدعاء الشرطة، وتجنب هذا الإجراء كلفنا موت الأطفال بطرق قاسية. إذا تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وعبروا عن استيائهم وغضبهم، خصوصا من إدارة المستشفى كما لاحظتم. بهذا الخبر مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة روابط لهذا اليوم. إن كان بين أيديكم روابط يمكنكم أن تشاركوها معنا لا تترددوا، ستجدوننا عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لاهتمامكم والمتابعة، إلى اللقاء.